إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي اختص بعنايته أهل طاعته، وشملهم برعايته ورحمته، وأوعد بالعقاب من خالف أوامره ووصاياه، وزاغ عن سنة المرسلين واتبع هواه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا وإمام أهل الآخرة، يا زارعا حب النبي بقلبه أسقيت زرعك بالصلاة عليه، هذا محمد ما تشوق عاشق أحدا كشوق العاشقين إليه. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الجمعة الماضية حول استقبال شهر رمضان، كان باقي عاد بعض الأيام باش يدخل رمضان، ونبهنا على أنه ضيف عظيم قريب جدا سينزل بكم، وها هو قد نزل. واليوم اخترنا الموضوع ديالنا إن شاء الله ديال الخطبة، وهو حول الترحيب بهذا الضيف العظيم، ألا وهو شهر الله، شهر رمضان المبارك. الحمد لله. الحمد لله الذي أفرغ على الصائمين حلل الكرامة، وأحلهم من فضله دار المقامة، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الصوم طهارة للقلوب، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله تفرغ لطاعة علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا رضوان الله وآووا إلى الله فآواهم الله، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته،
أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية إسلامية مباركة، وأهنئكم تهنئة روحية صادقة بحلول شهر الإسلام والقرآن، سائلنا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمغفرته ومرضاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله على العالم الإسلامي بالأمن واليمن والبركات والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعيده إليهم كل عام وهم يرفلون في حلل المجد والحرية والكمال. ولقد وددت أيها الإخوة الكرام أن تكون خطبتي اليوم خطابا، وفي نفس الوقت هو ترحيب بهذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، فأقول وبالله التوفيق: مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا شهر الطاعة والغفران، مرحبا بك يا شهر النور والبرهان، مرحبا بك يا موسم العبادة والسعادة وأيام التوبة والإنابة. لك أيها الشهر العظيم في قلوب المؤمنين أسمى وأعلى مقام، كيف لا وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى وفضلك على الأشهر كلها، وفرض على الناس صيام أيامك، وضاعف في إجلالك وتوقيرك وتكريمك، فأنزل الله فيك كتابه المبين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقد جعلك الله حجة على الناس، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم حجة على الناس يوم القيامة، فمن رعاك رعاه الله، ومن حفظك وقدرك قدره الله وحفظه الله، ومن ضيعك يا شهر القرآن ضيعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وجعلك الله شهرا دوريا تأتي في الصيف وتأتي في الشتاء وتأتي في فصول السنة الأخرى. وإذا ما جئت أيها الشهر العظيم في الشهر الحر كنت شهر محنة، وكنت شهر اختبار وامتحان، ليميز الله فيك الخبيث من الطيب والصائم من الذي لا يصومك، ويفرق بين الصادقين وغير الصادقين، ويفرق بين المؤمنين والمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الشهر المبارك، إن أيامك معدودات، وإنها تمر مر السحاب، وإن أيامك أيها الشهر العظيم تمر بسرعة، فالسعيد السعيد من وقى نفسه وحفظ نفسه وصانها من عبودية الشهوات، فصام نهارك وعبد ربه في ليلك، فجئت له يوم القيامة شاهدا عدلا عند ربك، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بشهادتك، ونعمه الله سبحانه وتعالى وجعله في عليين. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد الذي صام حق الصيام
وقام حق القيام. أما الشقي ثم الشقي من أضاعك وأضاع نفسه بالسقوط في أودية شهوات المظلمة فأفطر في نهارك ولم يصمك وأساء في ليلك أي عصاك في ليلك، فجئت عليه يوم القيامة شاهدا عليه لا عدلا عند ربك، فأذله الله سبحانه وتعالى وأخزاه الله سبحانه وتعالى وأشقاه الله سبحانه وتعالى وجعله في الأذلين يوم القيامة وفي أسفل السافلين. أيها الشهر المكرم المعظم، إن ربك الأعظم قد خصك بميزات ظاهرة وباطنة، فجعلك الله غرة في شهور السنة وفضل أيامك على أيام العام كله، وإن فيك أيها الشهر العظيم ليلة هي خير عند الله من ألف شهر. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفيك أيها الشهر الجليل تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد وتغل الشياطين، وتقيد شياطين الإنس وشياطين الجن بالسلاسل والأغلال، فلا شياطين الإنس تستطيع انتهاء حرمتك في ظل الحكم الإسلامي، فلا شياطين الإنس تستطيع انتهاك حرمتك في ظل الحكم الإسلامي الصادق، ولا شياطين الجن تستطيع أن تنتهك حرمات الأنفس المؤمنة في ظل الإيمان الصادق والصوم الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والصائم المحتسب على الله سبحانه وتعالى فيك أيها الشهر العظيم لا يرد الله دعوته، والصائم المحتسب أي الذي يطلب ثواب صيامه منك من الله سبحانه وتعالى لا يرد الله في هذا الشهر دعوته، بل دعوته مستجابة. ففي الحديث الصحيح ثلاث كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل الذي يحكم بما أنزل الله، ودعوة المظلوم. اطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الظلم. رواه الإمام الترمذي. وفيك أيها الشهر العظيم تزكى الأجساد وتطهر الأجساد من أضرارها ومن أوساخها ومن أعمالها السيئة ومن حقدها ومن حسدها، وتطهر الأنفس أيضا، فلكل شيء زكاة كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: وزكاة الجسد الصوم. فلكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم أيها الإخوة الكرام. والصوم نصف الصبر أيها الإخوة المسلمون، والصبر ثوابه عند الله الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين. والصوم كيقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة ووقاية من عذاب الله. هكذا أيها الإخوة الكرام يجزي الله فيك أيها الشهر العظيم، يجزي الله فيك العاملين أيها الشهر المبارك، أيها الشهر المقدس
أيها الشهر العظيم، وإن شهرا هذه بعض خصاله أيها الإخوة الكرام، والله لهو جدير وحقيق بالإجلال والتكريم والتعظيم وبالترحيب والتعظيم. فأنت أيها الشهر موسم التقوى، فأنت أيها الشهر العظيم أنت موسم التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو أيها الإخوة الكرام شهر التقوى وموسم التقوى والخوف من الله وعيد المؤمنين. وفيك أيها الشهر العظيم تشرى الجنان لحبشر الجنة، هذا هو السوق للجنة وهو رمضان. فمرحبا بك يا شهر العظيم، فمرحبا بك وبقدومك الميمون المبارك علينا. فعظموا رحمكم الله هذا الشهر العظيم، فعظموا أيها الإخوة المسلمون شهركم، فإنه والله شهر عظيم. وقوا واحفظوا أنفسكم من عذابه، من عذاب الجحيم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، هدى الناس بفعله كما هداهم بقوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. والحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام الطبراني وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. إذن أيها الإخوة الكرام، ثلاثة ديال نقاط مهمة في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو داخل بشيط يصعد المنبر، وتعرض له جبريل عند المنبر، فقال له جبريل: يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كيدعي ورسول الله كيقول آمين آمين آمين. على من؟ ثلاثة ديال الناس، ثلاثة ديال الأصناف ديال الناس يا أخواني. أتاني كيقول النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه. وتكلمنا يا إخواني على بر الوالدين وواجبنا نحوهما. اللي عرف القيمة ديال الوالدين راه كاين تهلا في الوالدين ديالو، واللي ما عرفش القيمة ديال ما هو باباه ما غاديش يديها فيهم لا في رمضان ولا في غير رمضان. فما علينا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، الهداية لأولادنا اللي ما عرفوش القيمة الوالدين ديالهم، واللي ما عرفوش القيمة ديال الله ولا ديال الباه. نزيدوا ندعوا مع أولادنا يصلحهم الله حتى يعرفوا القيمة ديال الوالدين. إذن جبريل أول نقطة اللي قال له: يا محمد، من أدرك أحد والديه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لا بد يمتحنك الله سبحانه وتعالى، إما يوخر باك ولا يوخر عندك إمك، وشوف المعاملة ديالك مع الوالدين ديالك كيف غادي تكون. يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار. إنسان عاش مع الوالدين دياله ومع ذلك خرجت روحه ومشى ديريكت لجهنم. علاش؟ لأنه ما عملش معهم المعاملة الطيبة. فدخل النار فأبعده الله. جبريل يقول: اللهم أبعده يا ربي من جنتك.
أبعده يا ربي من جنتك. علاش؟ لأنه الحق يمه، الحق باه ما عملش معهم المعاملة الطيبة. الموضوع ديالنا هو، ولكن لابد لكل مقام مقال. لكن الحديث في رمضان، الشاهد عندنا في رمضان، ولكن هذا حديث رسول الله، ثلاثة ديال الأصناف ديال الناس. ولكن بس سبق جبريل من أدرك والديه. ولأجل هذا يا إخواني، احنا دائما كنحثوا الشباب ديالنا، أولادنا يعرفوا القيمة ديال الوالدين ديالهم، حتى يعني ما يسمحوش في الوالدين. فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. اللهم أبعده من رحمتك. علاش؟ إنسان دخل رمضان ما تغير من السلوك دياله حتى شي حاجة، صايم يعني مجيف، داك الغيبة هي هي، الحقد هو هو، الحسد هو هو، الكذب هما هما، الزر هما هما، يعني يعني ضياع الصلاة هي هي، يعني لم يتغير من حاله شيء. لأن في الحقيقة يا أخواني راه رمضان مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة. الصوم يعني راه تشبه بالملائكة إن شاء الله، تشبه بالملائكة. احفظ صيامك، يعني إلزم بيتك، يعني إلزم، يعني إذا كنت مش عاشر الناس اللي غادي الغيبة والنميمة والحقد والحسد، جلوسك في بيتك أفضل، أو لأجل بيت الله اقرأ القرآن. يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله. جبريل يقول اللهم أبعده من رحمتك. علاش؟ لأن دخل شهر الغفران، شهر التوبة وشهر الرحمة وشهر الغفران والتوبة، ولكن الإنسان ما اغتم شهر رمضان أبدا. قال فقلت آمين. فقال آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة قال جبريل، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. واش الإنسان يا إخواني يسمع قال رسول الله ما يقولش حتى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم يا إخواني، الإنسان خص يكون عنده في اللسان ديالو رتبة. سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، قل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار. علاش؟ سبب بسيط. إنسان كيسمع قال رسول الله، يعني عند عقله، يعني موش مع رسول الله، يعني عقله قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك بمجرد ما تسمع كلام رسول الله أو تسمع قال رسول الله، يجب عليك أن تقول، أن تصلي عليه، أن تصلي عليه. ورفعنا لك ذكرك. نعم، ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة وفي الصلاة وفي الخطبتين في العيدين وفي كل شيء، رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤذن يعني في الخمس أشهد وأشهد أن محمد رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. والحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام الطبراني وصححه الإمام الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يده دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجله دفعه مشيه إلى المساجد. صحيح الترغيب والترهيب برقم 3561، حديث صحيح إن شاء الله. هذا أيها الأخوة الكرام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان هما كيموت ويعملوه في القبر ديالو، كيجيو الملائك باش يعبيوه هذا العذاب، يعذبوه باش يتعذب. رسول الله كيخبرنا الحديث صحيح، يؤتى الرجل في قبره، معناه يؤتى الملائك جاوا وراه باش يعبيوه، باش يعذبوه، باش يعذبوه، باش يتعذب في قبره. قال فيؤتى، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيجيو له الملائك من قبل رأسه، ولكن كان هذا السيد كيقرأ القرآن، كان كيأخذ المصحف ويقرأ القرآن، كان لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوة القرآن. فيأتي القرآن فيدفع عنه. يؤتى هذا الرجل فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن. هذا العذاب اللي جاءوا الملائك باش يعذبوه، يعني مهما كان كيقرأ القرآن هذا الإنسان في الدنيا، يعني قالوا له مشيو حكم هذا الإنسان لا حاجة لكم به، لأنه كان يقرأ القرآن في الدنيا. دفعته تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا وإياكم من قراء القرآن. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتي من قبل يديه، جاء الملائك باش يخذوه من قبل يديه، دفعته الصدقة في سبيل الله.
تفعته ذاك البركة اللي كيعطي في سبيل الله الإفطار أو للفقراء أو المساكين أو بناء المساجد أو إصلاح المساجد، ذلك الصدقة إن شاء الله غادي يدفع لك يوم قيامة عذاب ديال الله سبحانه وتعالى. دفعته الصدقة هذا إذا أتي من قبل يديه، لأن أهل الدين كانوا كيتصدقوا، أهل الدين كانوا كيرحموا الفقراء، كانوا كيرحموا المساكين، ولأجل هذا لا حاجة للملائك باش يخذوه يعذبوه. علاش؟ لأنه كان يتصدق وكان يقرأ القرآن. وإذا أتي من قبل رجليه باش يعذبوه، باش يخذوه الملائكة يعذبوه، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم دفعه مشيه إلى المساجد. كل واحد يسأل نفسه يا إخواني، الجامع شحال بعيد عليه، ويعني وشحال الكيلومتر بينه وبين الدار ديالو، وش مشغول اللي عنده حتى كيضيع الإنسان الصلوات يعني الخمس يعني في في, في المسجد. كل واحد يراجع حساب، الله يجازيكم. اللي بعيد بزاف يشوف ينفسه، واللي قريب جدا يقدر يجي على البيشكليت ولا على رجله يشوف يعني الموقف ديالو مع الصلوات الخمس في بيت الله سبحانه وتعالى. والمشكل العويص وهو لا شغله ولا حتى شي حاجة، والإنسان في الدار ديالو جالس يعني يقوم يصليها بوحده، هذا هو المشكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أوتي من قبل رجليه، الرجلين ديالو كيقولوا له لذلك الملائكة لا قبل لكم به، ممنوع عذب بواه، لأنه كان يسمع الأذان ولا كيشوف الأذان ديال الظهر العصر في الدار ديالو وكيمشي قبل الوقت كيكون دخل المسجد باش يصلي صلاة الجماعة. دفعه مشيه إلى المساجد. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يعمرون بيوت الله بالصلاة إن شاء الله والقيام، آمين يا رب العالمين. هنا رجل بدون اسم صدقة يطلب الدعاء، اللهم يربي صدق قولهما الله، اللهم يربي صدق قولهما الله، اللهم صدق قولهما الله، اللهم صدق قولهما الله. وإلى الوالدين ديالو مات، اللهم ارحمهم واجعل برحمتك واسعه، اللهم يربي أتيه ما يتمناه، الحاجة اللي كيطلب يربي عجله بقضائها، اللهم اقضي حوائجه يا رب العالمين، اللهم يربي أتيه في هذا الشهر العظيم ما يتمناه يا رب العالمين، اللهم يربي وفقه للخير وأعن عليه يا رب العالمين، اللهم يربي كله ولي ونصيره، كله يربي ولي وشفيعه، اللهم احفظه من كل مكروه، اللهم احفظه من كل حقود، اللهم يربي احفظه من كل حسود، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. س
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بسم الله. الحمد لله. Onze hooggeëerde gast is gearriveerd. Open je armen om hem te verwelkomen, want hij komt niet met lege handen. Hij wil ons overladen met zijn zegeningen. De imam heeft aangegeven dat de volgelingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam al een half jaar van tevoren begonnen om zich voor te bereiden op de Ramadan. Zij baden en smeekten om de Ramadan te mogen meemaken. Alhamdulillah, het is ons gegund. Wij hebben de Ramadan gehaald. Wij zouden Allah dankbaar moeten zijn dat wij behoren tot degenen die opnieuw van deze maand mogen profiteren. Velen onder ons die er vorig jaar nog bij waren, zijn inmiddels teruggekeerd tot hun Heer. Mogen Allah genadig met hen zijn. En wie weet zijn wij er volgend jaar ook niet meer bij. Welkom Ramadan, gezegende maand. Maand van gehoorzaamheid en vergeving. Maand van leiding en bevestiging. Maand van licht en islam. Maand van lezen uit de Koran. Maand van vreugde en aanbidding.
maand van terugkeer en bezinning. Allah zegt in de Koran, de Ramadan, de maand waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en het criterium. Wie van jullie deze maand meemaakt, laat hem dan vasten. Het is de maand waarin zich een nacht bevindt die waardevoller is dan 1000 maanden. Dat is 30.000 dagen. En de engelen en de aartsengel Jibril dalen in deze dag neer op aarde. En vrede heerst in deze nacht tot aan de ochtendschemering, Al-Fajr. Het is de maand waarin de poorten van de hemelen wijd geopend zijn en de poorten van de hel gesloten. Het is de maand waarin de duivels zijn geketend. Zij zijn niet in staat om ons te doen dwalen zoals ze dat in andere maanden wel zijn. En Ramadan is ook de maand van dua. In een hadith van Abu Huraira radiallahu anhu leren wij dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: er zijn drie personen van wie de dua niet wordt verworpen. Drie. De eerste is een rechtvaardige heerser. De tweede is de smeekbede van de onderdrukte persoon. En de derde, dat zijn we allemaal, dat is de vastende persoon wanneer hij zijn vasten verbreekt. De smeekbede van deze personen stijgt op naar de boven en naar de poorten van de hemel. Die worden daarvoor speciaal geopend en Allah zal zeggen: ik zweer bij mijn glorie dat ik je zal antwoorden. Ook al kan het soms even duren. De Ramadan is ook de maand van de lichamelijke en spirituele zuivering, tazkiyah. En in een hadith van Abu Huraira leren wij dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: over alle zaken moet zakat worden afgedragen, die moeten worden gezuiverd. En de zakat voor het lichaam is het vasten. En we leren uit een andere hadith: vasten is het oefenen van geduld. En de beloning van geduld is het paradijs. En Abu Huraira heeft ook gemeld dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: het vasten is een schild, wiqaya, een bescherming. De vastende dient te letten op zijn woorden en uitspraken en dient zich ook te gedragen en beheersen. En als iemand met hem vecht of hem beledigt, moet hij zeggen: inni sa'im, inni sa'im, ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. En de belangrijkste reden om te vasten is het verkrijgen van het taqwa, godsvrees. Allah zegt: o jullie die geloven, het vasten is verplicht, zoals het ook verplicht was voor degene voor jullie, zodat jullie Allah zullen vrezen. En Allah zegt ook: elke daad van de zoon van Adam zal een tienvoudige beloning krijgen tot 700, behalve het vasten. Het vasten is voor mij en ik zal de vastende personen voor belonen, want hij geeft zijn begeerte en zijn voedsel op uit liefde en ontzag voor mij. Laten we proberen om deze maand optimaal te benutten en dichter bij Allah te komen. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ça va. Je suis pas